سنوات منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام رئاسة مصر، تلك السنوات حظيت بها مصر بإنجازات عديدة في كافة المجالات، ومنها قطاع البترول الذي حقق طفرة هائلة في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج. ويأتي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير من أهم الإنجازات التي تحققت، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى مستويات كبيرة فاقت 7 مليارات و200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وصلنا للاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، بل كمان استئناف التصدير، وأيضا عندنا قدرات للإنتاج أكتر من إمكانيات الاستهلاك السوق والتصدير. كما نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب في البحث عن البترول من 6 مليارات و300 مليون دولار في عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019-2020. وجاء توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحقق طفرة كبيرة، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 6,100,000 وحدة سكنية خلال 7 سنوات الماضية، ليصل عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها منذ بدء النشاط في عام 1981 وحتى الآن إلى 12,400,000 وحدة سكنية. نعمة من عند ربنا، احسن نشيل الانابيب واحسن من نجي على بتاع الانابيب. كنا بنعاني من الانابيب البوتاجاز، ودلوقتي من ساعه ما دخل الغاز احنا دلوقتي احسن كتير، يعني ارحم من الانابيب كتيره. يعني كنا بندوخ، اول ما تخلص الانبوبه ندوخ ونتعب وبتاع. الله يبارك له، الله يبارك له بجد والله، وربنا يخليه لنا. السيسي ده حبيبي الملايين. كما شهد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود زيادة كبيرة في أعداد السيارات التي تم تحويلها. والله كويس جدا، يعني الغاز الطبيعي موفر وغير مضر للبيئة ما شاء الله، يعني موفر في الفلوس، والعربية ماشية كويسة، ما فيش أي أضرار منها خالص. والله حاجة موفرة، حاجة كويسة جدا. يعني انا كنت مثلا باخد المشوار الاول بيكلفني كتير جدا، حاليا الغاز موفر معايا جدا يعني، والسحب كويس برضو، احسن من البنزين برضو كتير، افضل كتير جدا جدا من البنزين، واوفر كتير. الغاز الطبيعي كويس، بيوفر معايا في الفلوس وكده اقتصادي. هو بيوفر تقريبا فوق 50%. انا كنت يوميا بحوالي 200 جنيه بنزين، دلوقتي بحوالي 70-75-80 جنيه بالكتير غاز. كل ما ذكر هو قليل مختصر من حجم الإنجازات الكثيرة التي حققها قطاع البترول خلال 7 سنوات الماضية، وما زالت الإنجازات تتوالى. أحمد أبو علم، التلفزيون المصري.